السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة سيرة ذاتية عن مثلك الأعلى أو قدوتك. A biography, a biography of your role model. يبقى biography of your role model يعني سيرة ذاتية عن مثلك الأعلى أو قدوتك. A biography of your role model. ابدأ بسم الله. نقول طبعا القدوة هو الشخص اللي أنت بتحبه كتير وتريد أن تكون مثله. A role model القدوة إذ بيكون the person الشخص أنت طبعا بتحبه you love very much أنت بتحبه جدا أو كثيرا. ممكن نكمل ونقول كمان عايز تكون مثله يبقى and want to be like him and wanted to وتريد أن تكون be like يعني مثله like him يعني مثله. كمان برضو يمكن القدوة يكون والدك، يبقى هنقول a role model a role model يعني قدوتك. ممكن يكون كان يمكن can be يمكن أن يكون your father والدك. كمان نعمل فاصلة ممكن معلمك يعني your teacher or أو حتى يعني or even أو حتى مين الشخص مشهور a famous person أو شخص مشهور. كمان نقول بقى نتكلم عن إيه سمر عبد الفتاح. سمر عبد الفتاح سمر عبد الفتاح هتكون طبعا قدوتي بإذ بتكون my role model يعني قدوتي. هنقول طبعا كطفلة صغيرة يبقى as يعني ك As a young child كطفلة صغيرة هنقول إن سمر أرادت إن هي أو كانت عايزة تكون رائدة فضاء، يبقى عندي نقول سمر برضو تاني سمر كلام في الماضي wanted أو wanted أرادت to be أن تكون an astronaut يعني رائدة ايه فضاء. هنقوله بعد ما خلصت المدرسة after يعني بعد after she هي finished ما انهت ايه school المدرسة. نقوله طبعا ان هي راحت لجامعة القاهرة يبقى نقول she فاصلة كده ونقول she went يعني هي طبعا ذهبت to Cairo University Cairo University لدراسة هندسة الفضاء يبقى to study engineering أو to study space engineering لدراسة إيه؟ هندسة الايه الفضاء. هنقول بينما يعني while بينما طبعا نقول سمر بينما سمر كانت في الجامعة was at university بينما كانت في الجامعة
هنقول طبعا ان كان في شركة لتكنولوجيا الفضاء، هنقول طبعا سبيس تكنولوجي. بينما سمر وات ات يونيفرسيتي سبيس تكنولوجي، يعني شركة لتكنولوجيا طبعا الفضاء. سبيس تكنولوجي كومباني، شركة لتكنولوجيا الفضاء. هاد يعني أقامت أو كان عندها، يعني هاد a competition الشركة دي طبعا، يعني نظمت مسابقة. هنقول طبعا كمان الطلاب students، طلاب had to ما كان عليها او اضطرت، يعني او طلاب دولت كان عليهم او يجب عليهم ان هم يعملوا تصميم اللي هو design. had to design ان هم يصمموا طبعا a new form of transport كان عليهم ان هم يصمموا شكل جديد من وسائل ايه النقل. هنقوله طبعا التي تسافر، يبقى that travels above، التي تسافر طبعا فوق، يعني فوق طبعا نقوله سطح الارض، يبقى ايه above the ground، the ground فوق سطح الارض. هنقوله طبعا يطلق عليها الهايبر لوب، يطلق عليها الهايبر، يبقى it's at is called hyper loop، اسمها الهايبر لوب، حاجة يعني فائقة النشاط يعني. كمان نقول ايه، ممكن برضو نقول سمر قررت ان هي تدخل المسابقة، يبقى سمر decided to، قررت ان enter، ان هي تدخل طبعا the competition المسابقة، وكمان تعمل ايه وتطلب من الطلاب الهندسة الاخرين من الجامعة ان هي تنضم للفريق بتاعهم. طب نقول الكلام ده ازاي، نقول and تطلب اللي asked او asked، تطلب من other engineering students، لطلاب الايه الهندسه الاخرين، ان هي تطلب من طلاب الهندسه الاخرين من الجامعه الاخرى، يبقى from يعني من the university ان هي تنضم لفريقهم، يبقى to join يعني تنضم طبعا، تنضم طبعا لإيه؟ إلى طبعا فريقها. To join her team. اتكلم على الجامعة يعني، يبقى تاني and كمان asked other engineering students، طلاب الهندسة الآخرين from the university من الجامعة. كمان إن هما الأخرى إن هي to join لكي تنضم her team لفريقها، لفريق الجامعة. كمان برضو نقول يعني ان طبعا دخلت فرق طلابية من الجامعات من حول العالم، نقول الكلام ده ازاي، نقول مثلا teams يعني فرق، teams of students فرق من الطلاب او فرق طلابية. هنقول طبعا from يعني من universities او universities، من طبعا from uni
ver cities from universities يعني من الجامعات طبعا all around the world entered يعني هنقول ان دخل الطلاب كمان تنضم للجامعة بتاعتها teams of students طلاب طبعا او فرق طلابية from universities من الجامعات all around the world entered من جميع انحاء العالم دخلت المسابقة. كمان ممكن نقول برضو but ممكن نعمل فاصلة كده ونقول but لكن يعني فريق سمر يبقى نقول سمرز تيم سمرز تيم لكن فريق سمر وركت هارد يعني عمل بجد هارد عمل بجد من حتة تاني teams of students يعني فرق طلابية from universities من الجامعات all around the world entered دخلت من جميع أنحاء الإيه العالم يعني فرق طلابية من جميع أنحاء العالم دخلت الإيه المسابقة دي but summer's team لكن فريق summer worked hard عمل بجد إنه عمل بجد on the design أو مثلا ممكن نقول ممكن نقول كان worked hard أو ممكن نكمل نقول مثلا فريق worked عمل بجد فريق سمر عمل بجد on the design on the design عمل بجد على التصميم ممكن برضو كمان ممكن نقول summer's team برضو summer's كمان برضو summers team فريق summer was كان the only one يعني عايزين نقول فريق summer ده كان الوحيد من افريقيا او الشرق الاوسط نقول تاني summers team فريق summer was the only one كان الفريق الوحيد the only one يعني الفريق الوحيد from يعني من Africa or Middle East اللي هو الشرق الأوسط يبقى summer's team فريق summer was كان the only one الفريق الوحيد from يعني من Africa من أفريقيا or Middle East أو الشرق الأوسط يعني نقول كمان حاجة تانية برضو summer's team summer's team فريق summer فريق summer يبقى summer's team فريق summer one father the competition بالمسابقة كمان ممكن نختم ونقول summer traveled يعني سافرت to America إلى أمريكا to طبعا ليه عشان تستلم الجائزة يبقى to receive تستلم the award award يعني الجائزة I يعني أنا really حقا معجب بها يبقى admire her يبقى انا كتبت طبعا سيرة ذاتية عن طبعا عن ايه مثلي الاعلى او قدوتي اللي هي طبعا سمر ايه عبد الفتاح اجين مرة تانية نقول تاني نراجع تاني المقال مع بعض سريعا نقول طبعا عندي a biography of your role model يعني سيرة ذاتية عن مثلك الأعلى أو قدواتك A role model is the person you love very much يعني شخص أنت بتحبه كتير جدا كمان and want to be like him وكمان تريد أن تكون مثله A role model يعني طبعا القدوة can be your father ممكن يكون والدك your teacher مدرسك or even يعني أو حتى a famous person يعني شخص مشهور سمر عبد الفتاح
is my role model بتكون قدوتي. As a young child كطفلة صغيرة, Summer wanted to be an astronaut, أرادت أن تكون رائدة فضاء. كمان after she finished school, بعد طبعا ما أنهت المدرسة أو الدراسة, she went to Cairo University to study space, ذهبت إلى جامعة القاهرة to study, لتدرس space engineering, هندسة الفضاء. while أثناء أو بينما, summer was at, أو at, أو was at, يعني بينما كانت at university, a space technology company, يعني شركة تكنولوجيا للفضاء, had a competition, أقامت مسابقة. نقول students had to design, كان على الطلاب أو اضطر الطلاب design إنهم يصمموا a new form أو form, يعني شكل جديد of transport, من وسائل النقل. ذات travels التي تسافر above, يعني أعلى the ground, طبعا أعلى سطح الإيه الأرض. بعد كده كمان it's called hyperloop, إنها تسمى hyperloop, يعني شيء فائق النشاط أو سريع. يعني summer decided to, قررت إن هي enter the competition, تدخل الإيه المسابقة. and asked other engineering students, يعني طلبت من طلاب الهندسة الآخرين from the university, من الجامعة, من الجامعة, to join, لكي تنضم her team, لفريقها. teams of students from universities all around the world entered, يعني دخل طبعا فرق طلابية من جامعات من جميع أنحاء العالم. يبقى teams of students, فرق طلابية from universities, من جامعات all around the world entered, يعني من جميع أنحاء العالم دخلت المسابقة. but summer's team, لكن فريق summer worked hard, عمل بجد on the design, على التصميم. وكمان summer's team was the only, فريق summer كان only one, يعني الفريق الوحيد from Africa or Middle East أو الشرق الأوسط. summer's team, فريق summer won, يعني فاز بالإيه the competition, في المسابقة أو المنافسة. summer traveled, summer سافرت to America, إلى أمريكا, to receive, لكي تستلم the award, الجائزة. I really, أنا حقا admire her, أنا معجب بها. كده وصلنا نهاية الفيديو, أتمنى رب الفيديو نال إعجابكم, وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.